والله يا اخي انت فكر فيها ترحمه والله نحبك استاذ فواز مبسوط على الاثم اللي انت قاعد تاخذه وانت تسحب انه تخليني اطير اي لاف يو وليد كلامك المنمق الكاذب لن يزيل عتبي عليك إيوه. هذا طيب اصلا ما يحس بالذنب ما يحس رحمه مصاته انت صر لابد للخيل ان ينجلي لابد للظلم ان ينجلي يقول لي يسب بصوته ايوه صوته ما تقفق شيء يعيش ابد الدهر بين الحفر هذا انت شف كملة وهلا هلا يا مطر اغسلي باقي يا اخي يقر يسب الصوت حلو ما اقدر الورد يكبر الحلم مثل الورد يكبر هيا مت بغيظك علشان صوتي يطلق من صوتك الله العظيم ما يقدر ما يقدر يسوي الحركات دي ما يقدر يصير مستمع اذا انشد لي لا ما والله ما عرفت حتى قلتك والله مستانس بصوتك يا مكنسه خبر ناعم كانس او ام جي give me one glass لقد نكبت واتس يتاسف على حاله من يوم ما راح مشكله من يوم ما راح خذ هذا كوب كان ابغى الكوب لا طقس شوي افضل ان تكون مستمع تدري راح الفيصل يا اخي تحت الهواء يا اخي ولا داعي يا اخي لا يعني زين انت طموحك طيب لا صدمة جديدة عنده طموح حتى الباي خليه على الاقل اذا عندك طموح ابدا من اول السلم استشر العيال اللي هنا سمع نفسك صوتك تروح للغزالي كذا يقصف جبهتك خليك تحت لا والله ما قصف بس تدري ايش اللي صادمني رايح الفيصل يقول ابي ابيات تكفى لا حرام عليك لا حرام الحسوة بيلقيها طلع الرجال بيشيلها لا حرام عليك كثير بس قبل طبعا اني اصحى انت يا زين اوف يا زين اصبر سننشر غسيله هو هكذا قلبه بس بالله خلنا نشر غسيل والله ما خليكم والله عندي اشياء لو تسمعوا المشكله جاني شلل بتذكر مواقف سيئه ما اتذكر شيء والله ما خليكم والله تدري ليش ما تتذكر مواقفك السيئه فواز تدري ليش ما تتذكر الكل اللي بيطلع من الموقف بيتزاحم كذا يلا كثار والله هقول لي عشان مخه الدايخ طيب اقول لك حق انا معجب بصوت صوته واحب صوتك تدري انك ولا انام لان سجلت في ام بي 3 صوت لا وانا بعد غريبه تحب تنام على الضوضاء والله حاله غريبه يلا اسمع فواز فواز والله عجز انا قال علاج والله عادي اذا انت تشوف هذا الشيء ضوضاء يوم يلا سمعنا يا بس بس يا عيال اسمعوا ايوه اي صالح وش يقول يا امي ايوه وش اللي شلتها اليوم بالمطبخ انت يا امي بعد شلت بالمطبخ وقهر المقهور اكثر عطنا شيء لا اقهرهم فيها وشي راح اترك شيء انكبوا فوق لا تعطيك موتوا بغيظكم اندفنوا زي كذا فواز كم اعطاكم ابو علي فلتنقهرون بعض العرب سماح يشابه لا سمه اطربته قام كذا يلعب قزع يكسر ليلي انا الاطباع نعم زعت صدقت يقول لو انشدت بس قوية 97 والله لو ما انشدت كنت اخذ 100 هو اتفاق طيب يلا خلي شيل يا حبيبي شيل يلا بلاي باك ها بعد اسمع العمل حقي بلاي باك يلا اصبر يلا انشد اوكي قال بلاي باك عرف صوته فاشل كان شبنا بهذا الموسم انا بلاي باك انه انت اللي تنشد من صوتي انا يا اخي ما تتشاهد صح اللي تزيدون العتب والمشاري هذا غرانا غريبة صار صوتها حلو صوتها يوم أنا هم بلاي باك حلو لا لا دلالة ولا فيه لبك واليوم عيانتوبنا يوم جينا اليوم عيانتوبنا يوم جينا من نظرة الرجال ذر الغوامي وش لي أتاوي ذان وين هلين وانا بالمكارم نجازي ولين وانا بالردى ما علينا الله سمعت البلاي باك؟ والله الصوت هذه يسمونها القفله الاحترافيه
تخفض الصوت كذا لين نبي الجمعة يقهرني تخليك تسمع حاجة بعد تفصل فجأة. هذا مو انت هذا انا بلاي باك مرة يعني انت بالله قلت يلا انا بلاي باك انت اذا طفشت خلني اعيش قفزة الشعور سمعني يلا يلا ابو سعيد والله انا ما سجل يقدني لحالي ابو سعيد اطرق في السيارة حتى اللي يشوفني يقول يلا يا ابو سعيد يعني انت صوتك حلو يعني انت تونس نفسك لا اجلس اطرق اشوف لي يعني شيء جديد ابغى اسمعه اطبقه اول شيء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله امي تسلم عليك تقول نبي ساعة